والله العظيم كله بفتكر اللقطه بتاع لعيبه حرس الحدود بتعترض على ضربه جزاء لمحمد حسن، وبروح اتفرج على ان الحكم رايح يتفرج على الفار عشان خاطر بيعيدوا له لقطه ثانيه، بيقولوا له اصل الوش الوش ومحمد عبد الغني عاملين الراجل ساندوتش. قعدت اضحك والله، يعني ده اللعيبه بتاعت حرس الحدود ما جاش في دماغهم فكره ان هم يقولوا لا دي اللي فيها حاجه. لا ما معلش، اللعيبه اللعبه اللي احنا بنعترض وبنتكلم فيها الكاميرا مش مغطياها، فالكاميرا مش عارفين هي الكوره في ايد محمد حسن ولا الكوره مش في ايد محمد حسن، عشان نخلص المباراه اللي قلبت كوميديه في النهايه والزمالك يقدر يكسب حرس الحدود 2-1 في نهايه المباراه، والزمالك تقدر تقول كده ان هو بيقترب من حسم المركز الثاني، علشان خاطر مباراه الاسماعيلي احنا عارفين ان هي ممكن تكون تحصيل حاصل، عشان خاطر يعني مش هنلاقي ان الزمالك في اسوء حالاته زي النهارده. يعني النهارده الزمالك كان بيعاني معاناه غير طبيعيه. اولا لما شفت الراجل بيبدا في البدايه بال 4-2-3-1 وبيبدا بامام عاشور وبسلام جابر، قعدت اقول ازاي بس، طب فين محمد حسن؟ بصراحه لما شفت محمد حسن اخر 10 دقايق، لا بصراحه الراجل عنده حق، بصراحه ربنا الراجل عنده حق. حتى لو تلعب باتنين نص ملعب ما بيعرفوش يقطعوا كور، بتلعب باتنين نص ملعب عندهم مشاكل دفاعيه، بس المشكله كلها مش في الاتنين نص ملعب، المشكله كلها في صانع الالعاب. مثلا العاب اوباما كالعاده يعني بيقدم مستوى ما تفهمش، يعني هو وحش ولا حلو ولا ايه مستواه بالظبط اللي ماشي بيه والنمط اللي ماشي بيه اوباما في الفرق، بس عادي الكلام ده بالنسبه للي بيتفرجوا على مباراه الزمالك الاخيره. والله العظيم طبيعي جدا، اوباما بيعمل حاجات غريبه جدا جوه الملعب، وتتفرج على كاسونجو كابونجو يا جماعه. طب ادونا سبب واحد بس اللي كاسونجو يبقى اساسي في التشكيله الحاليه من الزمالك، في غيابات تمام بس ما ينفعش انك تقعد كاسونجو طرف. لو عايز تلعب بحد طرف شمال عندك اسلام جابر اللي انت مشهوره ملعبه في نص الملعب، حطه طرف. هتقول لي طب هيبقى عندك مشكله في نص الملعب، العب باي حد غير كاسونجو طرف. حته كاسونجو طرف دي بصراحه فيها الحاد كروي، الموضوع صعب جدا وبقى مرهق جدا نفسيا انك تقعد تتفرج على كاسونجو جوه الملعب، لا هو عارف يكون جناح ولا حتى لما الفرقه تقلب 4-4-2 بيبقى عارف ان هو يكون فرو الثاني. فكاسونجو تقعد تحس نفسك يا جماعه هو ده فلوسه حرام ولا ايه النظام اللي احنا بنعامل بيه كاسونجو؟ لا الراجل عارف يبقى طرف ولا عارف يبقى فرود ولا هنعرف نبيعه. والدنيا بالنسبه لكاسونجو في الزمالك في حاجات كتيره قوي تضحك بصراحه اكتر ما تاخدها على محمل الجديه. ولو قعدت اتفرج على مستوى محمد قناشه فحب اقول لك حاجه بسيطه، الفرقه في اول ما لبست الهدف الاول بعد ضربه الجزاء لعمرو حلواني بيقدر ان هو يترجمها الهدف، الفرقه تحس ان في عك بدا يحصل جوه الملعب. يا جماعه ما عندناش ديفندر، يا جماعه عندنا مشكله في نص الملعب، يا جماعه الاثنين اللي في نص الملعب اتكشفوا ان هم مش ديفندرات، علشان خاطر كابتن محمد حليم بيلعب لعبه واحده بس، بيلعب ايوب المشارك اللي هو بيلعب صانع العاب، بيلعب الكره الطويله لجريندو اللي كالعاده يعني مستعد يجري في ظهر الاثنين المساكين او في ظهر اللعيبه اللي بتلعب على الطرف، وخصوصا يعني خلاص الزمالك دخل فيه جون وفتح اللعب. بس سبحان الله يا اخي، يعني جريندو كان بيعدي بتبقى سالكه قوي، واحد على واحد يعدي، تلاقي اثنين على واحد يعدي عادي، لو اي حد جه تاني من نص الملعب عشان خاطر يكمل تلاقيه بيعدي، تلاقي راجل كونيل فيرود الافريقي لا بيعدي برده وشغاله، وايوب ده بيعدي. يا جماعه دي حرس الحدود دي بجد والله. وتلاقي احمد السعداني بحارس المرمى بيتالق في كوره غريبه جدا، يعني بصراحه الكوره تضحك بالنسبه لعيبه الزمالك. مصطفى عمل تمويل ممتاز جدا، اوباما هات جول، لا هو بيستلم بيلعب وحش قوي، السعداني بيطلع وبعد كده تيجي الكاسونجو ايه يلا بقى قطع الشبكه. لا والله انا بتاع الحاجات دي، انا بتاع الحاجات دي، انا سفرد افريقي بجد، انا لعيب افريقي. لا لا راح مضيعها وراح عامل حاجه غريبه جدا اللي هو صد يا سعداني وهنجمك وهطلعك نجم الشوط الاول، عشان خاطر دي الهجمه الوحيده اللي احنا عرفنا نوصل بيها لخط دفاع حرس الحدود. وتلاقي الشوط الثاني الفرق ما بسم الله ما شاء الله نازلين خسرانين من حرس الحدود. يا جماعه اللي بيحصل ده حقيقي؟ حد يفهمنا. الفرقه نازله شوط تاني حرس الحدود بيهاجم عشان خاطر يجيب التاني، الضحك اللي بيحصل في الملعب ده غريب. كان طبعا مستر باتشيكو دخل كاسونجو كابونجو مهاجم تاني، ومستر باتشيكو عايزك تتفق معايا في نص الفيديو كده حاجه كده بسيطه، مستر باتشيكو عامله معامله ارنوس فالفيردي عشان ما تتعبش معاه، الراجل مش هيديك اداء كويس، مش هيديك فن وهندسه والكره اللي انت نفسك فيها، هو هيديك نتائج. عك بقى جوه الملعب، مباراه ما قدمتش فيها ب2 جنيه كره هتكسبها، ما تطلبش منه اداء. هو مش بتاع اداء. هو بيعرف يوقف اللعيبه في الحاله الدفاعيه كويس، بيعرف يقسم ماتشات كويس، بيعرف اللعيبه تكمل 90 دقيقه كويسه جدا. مفيش اعتراض على الشغل البدني بالنسبه لباتشيكو ولا مساعدين باتشيكو، مفيش اعتراض على ان الراجل ممتاز جدا في وقفه اللعيبه جوه الملعب، بس الاعتراض كله ان الراجل اسلوبه دفاعي نوعا ما وان هو بيطور الشق الهجومي، والشق الهجومي الحمد لله يعني حتى لما نزل كريم بامبو ليه بامبو نزل الملعب؟ ليه كريم بامبو نزل الملعب؟ وينزل مكان النجم ليه؟ ليه كاسونجو ما يطلعش؟ بس عادي يعني مفيش اي مانع. احمد سيد زيزو نجم الفرقه الاول غايب، وعندنا مشاكل في نص الملعب، طلب مش موجود غير فرجاني غير بن شرقي، مشاكل كتيره قوي تقدر تقول ان الزمالك النهارده ما قدمش الاداء اللي كان مرجو منه عشانها. بس برضه مش الحرس ده اللي حتى بالغيابات بتاعتك تقدر ان انت تكون سايق قدامه شوط اول وتتعادل بكره عرضيه.
بيلعبها احمد عيد ممتازه جدا لمصطفى محمد، بيقدر يجيب الهدف الاول. وكالعاده لعيبه الحرس بتقعد طبعا تعترض على الهدف اللي دخل فيها مباراه اسوان الكره الركنيه اللي كانت ضربه مرمى والحكم حسبها ركنيه فدخلت فيهم جول. فالنهارده بقى الحمد لله الكره بتتلعب عرضيه، على كلام المحللين نجم المباراه احمد السعداني بينزل يقفش الهواء والكره بتتحسب ضربه ركنيه وبيجي منها الهدف بتاع محمود حمد الويش. تقعد تسال نفسك سؤال منطقي، هي بيعترضوا ليه؟ الناس دي بتعترض ليه؟ طب حد يفهمنا هم بيعترضوا ليه؟ اوف سايد ما فيهاش حاجه. اسلام جابر الراجل راجع وبيلعب العرضيه مره ثانيه وبيقدر الونش يجيبها، ما فيهاش اي حاجه خالص. طب بيعترضوا ليه بقى؟ بيعترضوا خلاص. بقول ايه بقى؟ الكره اللي انا مش عارف والله ما عارف انساها، الكره بتاع ضربه الجزاء اللي هو بيعترض على محمد حسن، اللي هو محمد حسن نازل عشان خاطر مش عايزين نهاجم، احنا جبنا الهدف الثاني وهنرجع نلم. طب يا باب تلم، ترجع تلم ايه؟ انت بتلعب قدام فرق حرس الحدود، حتى لو هم مثلا هيهبطوا ما بيعرفوش يهاجموا. حتى كابتن حليم بسم الله ما شاء الله طلع ايوب وراح شويه ثاني وراح مطلع جريدته وراح مطلع كونيه. عايز ايه ثاني من الماتش؟ اللعيبه اللي كانوا بيهاجموا في حرس الحدود الراجل بسم الله ما شاء الله طلعهم لك، دوس بقى يا معلم. وهل الثالث والرابع بس كان حاجه انكسوكو بيعمل حاجات غريبه، والله بيعمل حاجات غريبه. يعني مصطفى محمد كان عايز يوقف اللعب ويعطل اللعب علشان خاطر فرقه تاخد فاول، لا كاسونكو بياخدها ويروح شايط الهوا. يا ابني انت بتعمل ايه يا ابني؟ انت قدر ام الفرقه ولا ايه بالظبط اللي الناس بتشوفه بسببك؟ بس عادي مفيش اي مانع ولا اي منطق خالص، المهم ان احنا ضحكنا. لا اتفرجنا على المباراه ايه؟ لا احنا الجيم كان مفتوح للامانه، يعني الجيم كان مفتوح والحارس كان بيحب ان هو انا عايز اكسب، بس ما كانش بيضيع عشان خاطر عنده عجز هجومي، عنده مشاكل هجوميه ودي قدرات اللعيبه. وفي الشق الدفاعي برضه عنده مشاكل، بيعاني الفرقه بتهبط ومفترض ان هم يهبطوا عشان خاطر كابتن طارق العاشر ربنا يبارك له وقع الفرقه وجاب اخرها. فبصراحه كان الفرقه لازم ان هي تهبط عشان حرام ان وادي دجله يهبط وحرام ان الجونه يهبط. اما الزمالك ثلاث نقط جد خير وبركه، ما تركزش في الاداء هتتعب والله العظيم هتتعب. اسمعها من برشلوني اتفرج على نص فالفيردي سنتين، هتتعب لو قعدت تطلب من باتشيكو اداء، ما تطلبش منه اداء، انت حاسبه لما الفرقه تقع، انما طول ما الفرقه كسبانه ما اللي انت عايزه من باتشيكو. موضوع سهل جدا وبسيط، ما فيهوش اي اعتراضات ولا فيه اي حاجات غريبه. بص يا معلم الفيديو سهل جدا وبسيط، هتقول لي اتكلمنا على تحليل المباراه، اقول لك ما احنا كنا بنتكلم في ايه؟ هتقول لي فين ملخص المباراه؟ اقول لك ملخص ايه؟ احنا بنتفق مع بعض حتى ملخصات. بص بقى مش تخسر حاجه لو عملت لايك او عملت سبسكرايب، هو المباراه كانت كوميديا وحاجه كده تضحك 90 دقيقه، فمش تخسر حاجه ان السبع دقايق دول عدوا كده على قلبك ولا تعتبرهم ان هم قطع التلج نزلوا على سخونتك اللي كانت غير طبيعيه بعد ما اتفرجت على المباراه الممتعه دي.